مرحبا، أنا وسام الحراكي من سوريا، مقيم بتركيا. كنت حابب إنه أتقن اللغة الإنجليزية، وكنت عم دور على كورسات ومعاهد، وكانت ما شاء الله شهرة مستر ناصر سابقته، فدخلت كورس مستر ناصر وتعرفت عليه هناك. كانت تجربة جدا حلوة، جدا رائعة، جدا مسلية، جدا مفيدة. تعلمت كثير شغلات منه. مستر ناصر كان يعاملنا على أساس رفقة، فكانت هي تقربنا منه أكثر وأكثر. كان يتابعنا، يتابع البروجكتس اللي يعطينا اياهم. كانت كثير يعني تجربة كثير حلوة. مستر ناصر عنده اساليب كثير حلوة، كثير حديثة، بتخلي المعلومة ترسخ، فعلا ترسخ بالذهن. يعني كانت كلها طاقة، كلها اكتيفيتيز، تشالنجز. يعني كنا نجي على الدرس فعلا لانه مبسوطين انه نجي على الدرس، ما انه مجرد درس تقليدي. فكتير بتشكر أستاذ ناصر كتير كتير، لأنه فعلا أنا استفدت جدا جدا جدا. لهلأ أنا عندي مرجع من الشغلات اللي أخذتهم بكورس المستر ناصر، كانت لهلأ أنا عندي هون كمرجع في حال احتجت. شكرا كتير مستر ناصر، وأنا بحب أنه الطلاب كلهم أنه يكون اللي حابين يتعلموا انجليزي يكون تجربتهم عن طريق مستر ناصر، لانه عن جد ما حينسوها. تجربة كتير حلوة. وبس، الله يعطيكم العافية.